ميال. رسالة الشباب. الحمد لله. عبد الخير. الحمد لله والله. يلا يلا. عندي عيب عيب خليه ياخد طريق اشبك. لا عادي عادي عادي. بيت بيتكم يا ابو عزيز خد راحتك. تفضل تفضل. ابو عزام بالسلامة. الله ميت فرده. اهلا وسهلا. والله خدتوا شيء ثاني. البيت بيتنا يا صح ولا لا؟ صح صح. البيت بيتكم حبيب قلبي يا ابو عزام. يعني من غير ما هو يقول لك بيت بيتكم صار بيت بيتك. كلمة متن انا ابو عزام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو حميد شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. وانت يا ابو عزام شو الوضع عندك؟ اشتريت لبس العيد غرض العيد ولا لسه؟ ايش اشتري لبس ما لبس؟ لسه من 3 سنين من قبل 3 ايام اشتريت الغراض. ألي ولا أولادي أغراضي هدول هنين. يا عزب واحد كل عيد بجدد. هنا بجدد من بجدد عاش كل 3-4 عياد غرض واحد بكفي. لا بمانش يا زلمة. إذا لبس العيد هدول طلع طلع. هل تشتري لبس العيد؟ أحساس أنت لبس العيد أحلى طبعا. بيجر بكفي يا زلمة. ما صار له يومين مشتري أنت يا زلمة. أنت لا جمع أنا بيجر نفس الشيء. حسبي الله الله يعينك. إيش بدك تشربوا خيو؟ قهوة شاي؟ الله صحة على المبنى. خلينا نسوي لكم مصير. نسوي لكم قهوة تشربوا قهوة؟ وعزيزنا ما موفر أساساً. ما كيف شو بدأ؟ سوي 2 قهوة وشاي نشرب 2 سوا. كفانا نستحمل ما بستحى حالك قهوة وشاي. عيب الزلمة خل بالك ضيف عند الزلمة أنت. أحلى أبو عزهاب والله فضلوا. والله الله 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 الله. شوي 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 اشبك اشبك. لك الله بتموت يا زلمة. عيب من ايدك. القهوة الزلمة خلصتها. خليه يجي ما يجي ما يجي خليه يشرب. لك هي قهوة ولا مي؟ صار لي 3 سنين ما شربت قهوة. بسم الله يلا جيتكم. تفضل. شفتوا تاني كمان؟ صح ولا يا ولا لا؟ ابو شكلك. ليش عم تضربهم؟ والله زين ما فهمت. لا خلاص دبني تبعي ليش عم تضربه؟ تفضل تفضل. شيل شيل. بدك نصيحة مني؟ لا تضيفه. لا ما بفصل. تفضل ابو عزام ما بفصل. عاوز يكون لي اخوك. شيل بدك شيل هيك. اسمع معي هسا شيء مو اجباري. اي والله عرفت. بدك واحد؟ اعطيني واحد. يا الله. يا والله بيتعامل يا احمد. دعا يا زلمة ما بعناها. احمد لا تواخذني يا احمد بس شفت مني شيء ولو عادي في دراسك تشبيره ابو عزام. عاصي والله يا احمد انا كتر نمسالة. معناتها لا تواخذني شوي هيك شوي هيك. هات نشرب القهوة يعني. طبعا انا جيت لهون مو مشان تضحك. بس شو.